السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أخوتي إحنا في أوتو هول ديال الأزهر كازابلانكا. هاد لابارتي ديال لي فواتير أوكازيون. المهم بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش هاد المسألة، راه جميع دابا لي ميزون في المغرب كامل ولات عندهم أون بارتي كيديروا فيها الطوموبيلات دوكازيون. ماشي مشكل دابا، ماشي ضروري أنها تكون فورد، ولكن ولا كيديروا كل شيء، يعني مثلا هنا فيات، اوبيل، رونو، يعني كل شيء ولا كاين. وبان لي هذا الشيء بعدا عندهم مزيان، يعني كاين ميدار، يعني الانسان اللي بغى يضرب شي دوره هنا كاينين طوموبيلات زوينين. كاين بعدا نبقى اغلبيه ديال الطوموبيلات كيكونوا بروميير مان، الناس كيكونوا خرجوهم وبغاو يعاودوا يبدلو، كياخذوهم من عندهم وكيخرجوا لهم شي حاجه جديده. يعني بعدا كتلقى النقا راه كاين، كيبقى مساله ديال لي بري، راه كل واحد يتشطر على راسو، راه هما راه لي بري راه ماشي فيكس. المهم بحال دابا هذه الجيطه، هاد الجيطه هذه 2016 600 ضربه 79000. هذه من الحوايج الزوينين، بعدا كتلقى الكيلومتراج ما ضارباش بزاف، اوتوماتيك، هذه دي اس جي بواطا فيتيس 16600. كاينه هاد الفورد كا ضربة غير 17000، 2018 هادي 9 المليون، باقا جديدة هادي، راه باقا دوبل بي فد فيستا 2016 11.5 ضربة غير 31000. هادي تريند. كاين هاد نيسان فورد مونديو، كاين هاد فيات لينيا، هاد فيات تيبو 11900 2017 ضربة 26000. كاين هاد اوبيل استرا برلين 12.5 2015 ضربة غير 58000. هاد رونو ميغان 2009 ضربة 130000 8.5. كاين هاد داسيا 8 المليون 2014. كاين هاد فورد فوكس كوبي موديل 2010 ضربة 109 9 المليون. هاد تيتانيوم اكس 2016 فورد فيزيون 20.5 ضربة 137000. هاد شو طوبسيون هادي كتستاسيوني بوحدها، سي ماكس 2012 12300 ضربة غير 136000. شوفو هادو هنا، هادي بيجو 301 8 المليون و 700 2014 ضربة غير 84000. ديزل هادي 208 10 300 2014 78000. دو باك اكتيف المهم كاين الثمن، ولكن انسان كي نيغوسي، ولكن كاين نقا، عاوتاني اللي بغا شي حاجه نقيه و سيرتيفي راه كاين نقا الصراحه. سانتافي موديل 2011 7 البلايص مانيويل 10 و 200 ضربة 10 و 800 ضربة 10 100000 108000 لو بخي 10 و 200. هاد جاكي نيسان جاكي 12 مليون 2014 ضربة 141000 مانيال. فورد كوغا 156000 درهم 2013 تيتانيوم بواطا فيتيس اوتوماتيك تو طوبسيون دي فيتا تو بانوراميك اوفون. هادي مزيانة هادي،
ضاربة 163,000، هادي كنظن أفر مزيان، هادي ديجا فوندي. بنت لي واحد لافير هي مزيانة، كاين هاد الفورد فوكيس، هادي الباك سبور عامرة ماشي تيتانيوم ولكن سبور، 12600 ضاربة غير 17,000، 2013 هادي راه بانت ليا مزيان، يعني انسان يجي طومبيرا نقية يجي نيغوسي على راسو. كاينة تا هادي ولكن ما فيهاش لو بخي. كاينة هاد الفوكس 2011 9,200,000 ضاربة 134,000. المهم هنا راه كاينين طوموبيلات نقاية بروميييغ مان، كيكون الفيدونج و لونتخوتيان كيكون في لا ميزون، كاينة حاجة معقولة و كاينة حاجة عاوتاني لي ماشي معقولة. كاينة مثلا هاد الفورد مونديو ضاربة 98,000 اوتوماتيك العامرة كاع تيتانيوم اكس، فيها طوا اوفرون الكوير البكزينون، هادي 2015 15,900 اوتوماتيك. هاد الفيستا هادي 2018 12,200 ضربة غير 16,000. هاد الفورد كوغا 23.5 2018 ترينت بليس مانويل. المهم انا غير بغيت ندير هاد الفيديو باش الناس اللي اصلا اللي ما عارفينش ان راه كاينه هاد القضيه ديال لوكازيون، وهي راه في فوتو هول فورد اللي في علي لوطوروت اللي في الازهر. ايوا بغينا نشاطروا معكم هاد الفيديو باش الناس يشوفوا ويعرفوا حتى الاسمنه واش لوجيك ماشي لوجيك. اللي بغى شي حاجه مرحبا، يجي يضرب شي دوره ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.